الانتخابات احنا مستمرين في رحلتنا اكيد ام بي سي اكاديمي طبعا ام بي سي اكاديمي اللي قاعده تلف حول المملكه بالتعاون مع الهيئه العامه للترفيه وحاليا موجودين في ابها اللي شفنا الامطار امس اغلب اللي راحوا لابها امطار الحلوه واللي ايضا راح يكون امام الاف الطلاب والطالبات السعوديين الموهوبين في المجالات الابداعيه الفرصه انهم يبرزوا مهاراتهم امام لجنه من الخبراء والشخصيات المعروفه في مجال الترفيه والغناء والتمثيل والاخراج والفائز راح يتاهل للمرحله النهائيه اللي راح تصير في الرياض ان شاء الله وهذه المحطه الجديده ايش فيها اكيد محطه جديده ومدينه جديده في الرحله الابداعيه حول المملكه واليوم طبعا زي ما قال خليل من ابها معانا عبر سكايب الدكتوره علا العلوان ومديره العلاقات والشركات الاستراتيجيه في ام بي سي صباح الخير دكتوره علا ومعها الاستاذ خالد يسلم كمان الممثل في اللي برز في رشاش يسعد لي صباحكم دكتوره علا وخالد هذا المكان أنا عارفه كويس وأنا عشت هذه التجربة معاكم يا دكتورة علا فالأمور يعني حافظها وعارفها وأحب الكواليس هذه كلمين عن اليوم الأول واللي راح تستقبلون فيه المواهب أول شيء رحب فيك خليل وأستاذ نهى ورحب بالأستاذ المشاهدين وبداية أحب أشكر مقام إمارة منطقة عسير والهيئة العامة للترفيه على الدعم اللامحدود اللي لمسناه في بداية رحلتنا الإبداعية في أبها كمان ما يفوتني أقدم الشكر لفندق سروات في أبها لاستضافنا في هذه الفعالية والمنطقة العالية وأشكر كل من ساهم في نجاحنا وصولنا إلى أبها كأول يوم لسه اليوم أنتوا في أبها فين وصلتوا في رحلة البحث عن المواهب المميزة؟ اليوم نعم اليوم إحنا متواجدين في مدينة أبها وحنستقبل فيها المواهب على مدار يومين اليوم وغدا اليوم الثالث حيكون فيه تكريم للمواهب اللي حتتأهل للنهائيات إن شاء الله في مدينة الرياض تمام خالد خليني أسأل قبل أن يعني نأخذ تفاصيل أكثر يعني تجربة جديدة لك في لجنة التحكيم وعندك كمان ورشة عمل كلمنا عن هذه التجربة والله هي تجربة جديدة يعني صح أنه الحمد لله يعني مسلسل رشاش نجح ولينا تجارب بس برضو يعني كوني في لجنة التحكيم لا يعني أني أنا أفضل من الموجودين بالعكس أنا أتوقع أنه بين الحضور وبين المواهب القادمة في مواهب حتكون أفضل مني بكثير فاللي حسوي أنا بس حتكلم عن تجربتي وحشوف مين الشخص اللي أتمنى أن أشتغل معاه من المواهب هذه الإجابة تعطيك أفضلية بعد بشكل حلو يعني دائما الواحد لما يعني يكون عنده هذا الحب وهذا التواضع الكبير لكن خالد ما قبل رشاش وما بعد رشاش إيش اللي حصل؟ والله اللي حصل أنه فجأة ناس كثير بتوقفني تتصور معي هذا جديد ومني عارف أتعامل مع الوضع هذا كمية الرسائل اللي تيجي تطلب مني أني أكون رحيم على الضابط فهد مع أنه المشروع أتصور له سنة بس والناس زعلان من الشخصية حقتي فمعناه أن الشخصية وصلت لهم فطولوا بال علي تمثيل تستاهل دكتورة علا نسألك مين هي الفئة المستهدفة يعني في هذه المحطة بالتحديد في أبها وإيش جايهم في المراحل اللي جاية بشكل عام الأكاديمية يعني تهدف خلال الرحلة إلى الإلهام واستقطاب المبدعين والمتميزين في كافة التخصصات والمجالات مجالات الإعلام والترفيه والإنتاج ونحتضن على أساس نحتضن هذه المواهب الواعدة من والطموحة في مجال الإعلام وناخذهم إن شاء الله إلى الحياة المهنية وبعدها إن شاء الله يتجهوا الاتجاه الصحيح إن شاء الله. طيب. هل شايفين في تنوع عفوا في الفئات العمرية من الناس اللي بتقدم؟ في تنوع في الفئات العمريه واحنا عندنا يعني مبدا انه الموهبه ما لها عمر اكيد في بعض الاسئله عادي ممكن تساليني انا رحت معهم في تبوك فاعرف انا كويس طيب دكتوره علا يعني مين هم اعضاء لجنه التحكيم هذه المره في ابها؟ اعضاء عندنا مجموعه صراحه مجموعه من الفنانين والخبراء في مجالات الاعلام والانتاج وصناعه الافلام معنا الاستاذ خالد يسلم اليوم حيدينا جلسه حواريه وبكره حيكون مع لجنه التحكيم الاستاذ ريم عبد الله معنا ريماس منصور معنا المخرجه والممثل عمرو الديني معنا الممثل سلطان خليفه حق روس طبعا ومعنا كمان من هيئه الترفيه الاستاذ عبد العزيز الزامل تمام طب بسألك استاذ خالد كيف طبعا ما انسى استاذه ايمان الرجب حتكون معنا بكره كمان اكيد تحيه لهم جميعا استاذ خالد كيف تشوف التجربه هذه المره وكيف تشوف اقبال يعني المشاركين والمواهب اللي بيسجلوا معاكم يعني احنا لسه اليوم اول يوم بس انا متحمس لهدفين تجربه بي سي اكاديمي نلاقي مواهب هذا الشيء احنا كنا نتمناه قبل 10 سنوات وقبل 5 سنوات هذا الشيء كنا نتمناه
السبب الثاني انه مدينه ابها انا سبق لي اني زرتها وصورت فيها مسلسل، فانا مشتاق لمدينه ابها، فكانت تعصفورين بحجر واحد بالنسبه لي. طيب يعني خلينا نسأل دكتورة كمان، عادة أنتم عندكم في اليوم الأول عدد اللي يسجلون من المواهب، أكثر حاجة سجلوا فيها إيش؟ يعني أنا أذكر في تبوك مثلا فئة التمثيل والغناء كانت هي الأكثر، حاليا بيّن معاكم كم عدد اللي سجلوا وإيش هي المواهب المختارة؟ في صراحة في مستمر التسجيل، الموسيقى نقول التمثيل درجة كبيرة. لو أي أحد حابب يسجل الآن كيف يسجله؟ كل احد عنده الشغف انه يكون يعني جزء من هذه الرحله ونكتشف موهبته وعنده الشغف، يتوجه الى مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان يقدر يروح على موقعنا www.mbcacademy.me ويقدر يتجه الى الرحله الابداعيه ويشارك معنا. طيب خالد انت مقبل طبعا على عدد من المواهب، انا متاكد حتنبسط من المواهب، حتضحك، حتنبهر اكيد من المواهب، لكن ايش التكنيك اللي حتستخدمه مع المواهب كمحكم وحكم؟ يعني صراحه جزء كبير من الموهبه هذه تكون من الله، انا دوري الوحيد اني احاول اقتنص الشخص اللي فعلا اتمنى اني اشتغل معه. وطبعا هذا لا يعني الشخص اللي ما يفوز انه هو معناه انه ما عنده موهبة، لا، يمكن يحتاج إنه فترة أطول عشان ينضج، فهذا لا يستثنى أحد منه. طيب احنا نتمنى لكم التوفيق ونشكر الدكتورة علا على حضورها المميز دائما في كل محطة، لها بصمة كبيرة وعميقة ومهمة، وايضا نشكر خالد يسلم المميز، وتحياتنا ايضا للأستاذة جنى يماني ايضا المدير التنفيذي لأكاديمية ام بي سي. موفقين في ابها، توفيق لكل اللي حيشاركوا في اليوم وبكره وبعده.